ينضم لنا هاتفيا من برلين الأستاذ أحمد السيد مدير مكتب جريدة الجمهورية في ألمانيا. أرحب بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. هل تجد المخاوف الأوروبية من عمليات الصيانة الدورية في محلها أم أنها فقط مجرد صيانة دورية في توقيتها الطبيعي من كل عام؟ لا، هي في تخوف فعلا من ناحية وليس دورية، لأن النهاردة أو من تقريبا من نص ساعة وزير الاقتصاد الألماني طبعا روبرت هابك، طبعا هو في جوله داخل اوروبا هنا لتامين طبعا سيوله الغاز، وخصوصا مدينه برلين بالذات هتكون هي اول مدينه طبعا هيتاثر فيها العمليه دي، لان هي اقرب للسيوله دي. فطبعا النهارده الصبح طبعا قفل الستريم واحد، قفل فعلا ما فيش حاجه بتنزل، ولكن بيقولوا في احتمالات انه مفتحها ثاني، ولكن اعتقد ان هذا الاحتمال سيكون ضئيل جدا جدا، وهو في طبعا عمليه استعداد كبيره هنا بين المواطنين، وبالذات يقوم طبعا بعمليه تقليل الاستهلاك في الغاز. والحمد لله النهارده بس اول يوم يكون فيه يعني شمس طالعه، لان الجو ابتدى حتى يبرد في الصيف، احنا شفنا الصيف بس يوم واحد لحد دلوقتي، وطبعا ده بيأثر الناس بتقوم بالتدفئة مرة أخرى، ودي طبعا تكون عملية استهلاكية صعبة جدا، ويكون في عملية طبعا تضييق على المواطنين، بالإضافة إلى الشركات طبعا والمصانع اللي هي طبعا بتستهلك تقريبا في ألمانيا 37% من استهلاك المحلي المصانع. إلى أي مدى تؤثر هكذا تداعيات على صانع القرار الألماني؟ والله تبعيات يعني فعلا تأثير، وتأثير يعتبر سلبي جدا جدا، وانا اعتقد ان هيكون في مشكله. ولكن هذا الشتاء يعني انا اعتقد ان الشتاء احنا هيبدا بدري ولا ايه، يعني هيعدي يعني محدش يعرف هيكون معدي فعلا 100% او يعدي ببعض حاجات. هما بيعملوا استعدادات دلوقتي لعمليه تدفئه يعني تكون خارجيه، او هيحاولوا يعملوا عمليه استنطرار، يعني في فعلا جهود مبذوله من الحكومه الالمانيه، خصوصا وزير الاقتصاد الالماني الحقيقه بيلعب دور كبير جدا بان ما يحصلش اي مشكله. ولكن المواطن الالماني او الناس في المانيا لابد ان يقوموا بالمساعده في عمليه طبعا التوفير في استهلاك الطاقه في المنطقه باي شكل من الاشكال، تخفيض مثلا النسبه بالنساء ما يقولهاش مثلا 16 درجه بدل ما كانت 20. فطبعا هو في هنا طبعا عمليه استعداديه، واتمنى ان يعني العام يعني الشتاء ده ممكن تعدي بمواجهه، بس المشكله في المستقبل مشكله طبعا مطوله. اتفضل استاذ احمد. مشكلات الطاقه الحاليه تصنف مشكله اقتصاديه ام مشكله سياسيه؟ لا، دي اولا السياسيه ما مش موجوده، مشكله اقتصاديه. السياسيه هي دي مشكلتهم مع روسيا، ولكن دي مشكله اقتصاديه وليس سياسيه اطلاقا. شكرا جزيلا من برلين، كنت معي هاتفيا الاستاذ احمد السيد مدير مكتب جريده الجمهوريه في المانيا. شكرا جزيلا على هذه المداخله.